السلام عليكم. الجوهر في كتاب مقدمة ابن خلدون للعلامة ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون، ومفسر نظريات لقراءة ودراسة التاريخ ومعرفة مساره، وهو فيلسوف العمران. وتطرق في الكتاب لمعالجة الظواهر الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية والسياسية في محور واقعات العمران البشري، وأخضعها للدراسة والتحليل. وتطرق إلى أنه للدولة عمر طبيعي عبر ثلاثة أجيال، وذلك انطلاقا من خبرته السياسية والتاريخ الذي درسه وحلله عند العرب والبربر وأهل المدن والبدو الذي هو أصل العمران الحضاري. وتطرق في الكتاب لتحليل ظاهرة العصبية